Really? WWE and this motherfucker? Super Hulk shit. زي ما احنا شفنا يا جماعه للاسف حركه الخنقه حركه صعبه قوي قوي وهبد الراجل على الارض لانه ما عرفش يتصرف اطلاقا. طيب في البدايه يا ابن الناس لما انت تكون في خناقه مع اي شخص او حاسس بالخطر من ناحيه اي شخص معين فما ينفعش تقف كده، ما ينفعش تقف كده بالشكل الامامي ده. ليه؟ لان طول ما الخصم شايفك واقف كده سهل ان هو يضربك بسرعه من اول مره، هيضربك في الوجه، هيضربك في منطقه تحت الحزام. فالصح دايما لما تيجي تقف تقف الوقفه ايه الجانبيه، تمام، واكون مادد ايدي الاثنين فين قدام بالشكل ده، او لو هكلم واحد بكلمه مثلا بالشكل ده وانا مادد ايدي عشان لو جه يضربني الحق ان انا اعمل بلوك اصد. فما تقفش تاني الوقفه المستقيمه بالشكل ده، تمام. طيب المهم لما هم ضربوا في بعض ها هوب هضرب معايا، راح مسكوا خنقوا من الخلف بالشكل ده، خنقوا بالخلف بالشكل ده. الشخص كان كل هدفه الاساسي ان هو يحاول ايه يشيل ايده كده، بصوا، ومش قادر، مش عارف، صعبه صعبه اصلا انك انت لان هو قافل جامد، تمام، وتشيل ايد كده صعب، مش هتيجي خالص معاك. طب ايه الصح؟ اول ما تتخنق يكون هدفك الرئيسي الرئيسي توقف قوه الخنق بالشكل ده، تمام، توقفها جامد. طيب فضل المعتدي يسحبه لورا، بص بص، يسحبه لورا يسحبه لورا لدرجه ان هو ايه شاله وهبط على الارض. ارفع نفسه وانا على الارض، وقع على الارض. ليه؟ لان هو ما لفش رجله. فانت حضرتك علشان المعتدي ما يشيلكش نهائي خالص تعمل ايه بقى؟ رقم واحد، بص، توقف قوه الخنق، رقم واحد. رقم اتنين، انزل بوسطك. طب لما انت نزلت بوسطك شن كده يا يوسف، صعب، انا كده عملت ثقل، ثم بلف رجلي اي رجل لفها وراه، بص بص لفها وراه، شل كده، شل، حاول، يا صعب صعب خلاص صعب، لانك انت عملت ارتكاز قوي جدا ووزن جسمك تقلته. طيب انا بلف رجلي، انا بلف رجلي ازاي؟ ويبقى انا وقفت قوه الخنق، تمام، بص رجلك اهي، طلع رجلي بره اهي ولفها وراه كده اهو. لما تلفها وراه بص بقى زق بايدك، هتلاقي هو ايه وقع معاك، تمام، علشان ما يحصلش معاك الموقف ده خالص. يبقى تاني لو في حد بيخلي من خلفه، رقم واحد ايه؟ توقف ايه؟ قوه الخنق، هي دي هدفك الرئيسي. وقفت قوه الخنق، نزل وسطك، ها حاول تشني كده واسحبني، تروح ايه لافف، ها اه بص لف ورا، اه بص لف ايه، ها ورا كده. لما تلف وراه تروح ايه بقى موقعه. طب لو إيه؟ تروح موقعه. طب لو وقعك معاه اهو كده، لو انت وقعت كده بالشكل ده معاه تلف عليه على طول، تلف على جسمه بالشكل كده هو، بص تلف كده عليه وتضرب، تضرب 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 تضرب. وصلت؟ يبقى توقف قوه الخنق، نزل وسطك، لف وراه، وقعه. لو وقعك اول ما تقع على الارض تلف وشك عليه وتضرب ضربات ايه متتاليه، كيك اب يا جو، ها